هزار. شو هاد؟ شو بك يا زلمة؟ لك شو هاد؟ ما لك خايف؟ من شو بدي خاف؟ عن جد ما لك خايف؟ بغبك من شو بدي خاف؟ يعني كل لقطة جبنة شو سيفور هو؟ جبنة؟ ايه عزيت ليش جبنة صارت بتخوف؟ جبنة بتخوف؟ ايه نزار شباب؟ عن جد ما بتعرف؟ لا والله ما بعرف. ويا زلمة خلصتها بقى شو هالحكي هاد؟ روح جبنة يا زلمة شو جبنة؟ هلا بتشوف. سامي جينكز فتاة بريطانية في العشرين من العمر تعاني الرعب من الجبنة وتتجنب رؤيتها في متاجر بيع المواد الغذائية وتغادر أي مكان يحتوي عليها ووصفت حالتها بالنادرة والنادرة جدا. نادرة وجدا يا زلمة كل ما حدا قالكم كلمتين بتصدقوا. ايه نادرة علماء اللي عم يحكوا مو اي حدا يعني سالم عم يحكي لك علماء. عم بتقول حالة البنت نادرة. ايه صار الحكي. طيب نادرة يعني ما في غيرها. ايه انا بجيب لك هلا شي 10-12 مليون حالة من حالة البنت. شو مو عايشين بالبلد انتو؟ لك يا حبيبي نزار قال لك انه الخبر ببريطانيا شو دخل البلد هلا؟ ايه الله وكيلك وشوف عيني مبارح شي 5 طالعين ركض من بقالية ابو الفوز لحقتهم لشوف شو القصة راد دينوا ما حدا لحدا. لحقتهم اني اركض هني يركضوا اني اركض هني يركضوا اني اركض هني يركضوا. ايه ولحقتهم؟ لا والله ما قدرت بس سمعت لك عم يقولوا لي الجبنه ولي اللبنه ولي زيت القلي. هديت شوي بلعت لي وعرفت انه مشكلتي عند ابو الفوز رجعت لعنده. اول ما فتت شفت الجبنه واللبنه والرز والسمنه وزيت القلي غط على قلبي. كان في مره فاتت معي انشدهت رجفت عيون تجذب قلبي لجلج خافت شافت جسم مثلج شعرك نافر فوق الزبده ماتت حمده ماتت حمده. مين حمده؟ مين حمده؟ لك بنت للمره اللي فاتت معي على المحل طلع الكل عم يغط على قلبه من الاسعار حي الله كيلو من حي الله شيء بين 700 وال 500 ليره افرطت العالم ما بشتري بلغي الفكره ضل صايم بهرب بصوم انا بقتله والله والله بقتله الله لا يوفقون الله لا يجبرون الله ان شاء الله بيشتهوا الليره وبيشتهوا اللقمه روح حالي برجع انجلت بقى شو عم تقلي حالي نادره وين رحت بكل هالبشر ولي جبنة جبنة تعال لك لك اخ لك يا جماعة والله ما عم ينجح ولك الخضرة والمواد الغذائية كلها صارت تخوي ايه والله بتخوي شو هالحكي شو اللي بين في الموضوع هذا نظارة اسمك من نظارة نظارة اسمك انا ما بشوف يا استاذ انا عندي حساسين من اللون تاكل شو خفوا بغير طيب مو تخويل